تقع منطقة الأيس كرام شمال شرق تمنراست، وهي وجهة سياحية معروفة ضمن المناطق السياحية الصحراوية، وبها أعلى قمة عبر الوطن، وتعد القلب النابض للأهجار. تحتوي تمنراست على يعني مناطق سياحية عالمية، بينها يعني منطقة أسكرم. أسكرم هو اللي وكذلك يعني منطقة الأتاكور، واللي تواجد فيها جبل طهات، يعتبر يعني أعلى قمة في الجزائر. أسكرم يعتبر نقطة التقاء نتاع لي بيريناج، يعني الناس اللي كانوا يجوا يتعبدوا في الكنيسة دي نتاع شال دوفوكو اللي موجودة في أسكرم.